السلام عليكم، بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم لجروب A، مرحلة ثانية، المحاضرة السادسة عن جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت. قبل لا نبدأ نشرح بالإلكتروسيرجيكال يونت، أريد نسترجع جهاز الدايثيرمي. ليش نسترجع جهاز الدايثيرمي؟ هسه راح يبين لكم شنو الربط ما بين الجهازين. بالمحاضرة السابقة أنا ذكرت تلميحات عن جهاز الالكتروسيرجيكال يونت، عن تأثير الترددات العالية على الإنسان. فكان عندنا الترددات العالية جهاز الدايثيرمي، شلون تسوينا للجسم الإنسان؟ في قتل الخلايا السرطان عفوا، دكتور تسبب قتل الخلايا السرطانية، الحرارة العالية. الحرارة العالية تسبب قتل الخلايا السرطانية. ملاحظة كلش مهمة. شنو اسمك؟ صباح حافظ 3 1 4 0 7 5 +1. هاي ملاحظة كلش مهمة. بالحرارة القليلة جنا نسبب تأثيرات الدايفيرمي اللي هي نستخدمها بالعلاج الطبيعي. بالحرارة العالية جنا نستخدم الدايفيرمي بقتل الخلايا السرطانية. اليوم الدايثيرمي راح نستخدمها بقطع أجزاء الجسم كمشرط، بس لا بالحرارة العالية ولا بالحرارة البطيئة، بتركيز التيار. بتركيز التيار. بالمحاضرات السابقة، إذا خلينا نشوف المحاضرة السابقة، واحد رفع إيده. نعم نعم، دكتور، بالتركيب التيار تستخدم بالعمليات الجراحية. نعم صحيح، تركيز التيار نقوم بإجراء عملية جراحية. شلون دي يصير تركيز التيار؟ خلينا نسوي برزنتيشن على المحاضرة السابقة شوية. واضح هسه البرزنتيشن. هاي محاضرة الدايثيرمي. كنا سابقا نستعمل أقطاب كبيرة في الحجم نسبيا حتى تسوي لنا تأثير الدايثيرمي اللي احنا نريده، انه نولد الحرارة داخليا بجسم الإنسان. إذا نشوف قطر القطب كبير نسبيا، هذا القطب نفسه لو صغرناه راح يكون تركيز التيار الخارج من عنده أكثر، بالضبط مثل ما نستخدم المي بعمليات القطع. المي بالعادة هو مو فد شيء حاد، هو سائل، بس احنا نستخدمه بعمليات قطع الحديد وغيرها. شلون نسوي هالشيء هذا؟ نركز المي، نخلي المي يخرج من فتحة كلش دقيقة، راح يزداد تركيز المي، راح يقدر يقطع الحديد والى اخره. نفس الفكره اليوم بالدايثيرمي، كان التيار ده يتوزع ما بين القطبين على مساحه القطب. القطب مساحته معينه، نصف قطر تربيع في النسبه الثابته، لمساحه معينه كبيره نسبيا يتوزع التيار على سطحها، ينتقل التيار من جهه الى اخرى متوزع ما بيه تركيز، حرارته بسيطه. بس لو ركزنا هذا القطب الى درجه كلش صغيره بحيث يصير بقد راس القلم تقريبا، راح يطلع التيار بتركيز عالي، راح يسبب لنا حراره، عفوا، راح يسبب لنا قتل الخلايا والى اخره، راح يسبب لنا تاثيرات راح نقراها هسه. فاليوم جهاز الالكتروسيرجيكال يونت هو تطبيق ثالث من تطبيقات الدايثيرمي. بنفس فكره الدايثيرمي، من شنو نولد تيار بتردد عالي، نولد هنا تيار بتردد عالي. خلينا نشوف جهاز الالكتروسيرجيكال يونت قبل لا نبدا بالمحاضره مالته. نرجع للبرزنتيشن مال الالكتروسيرجيكال ونشوف المحاضره. اليوم المحاضره شويه حتكون مطوله، فراح نقسمها الى قسمين. برزنتيشن
هذا فيديو لشركة معينة بدها تستعرض الكيترو سيرجيكال يونت مالتها. فبالحالة العادية احنا بالداية ثيرمي ايش كنا نحتاج حتى ننقل التيار من جهة إلى أخرى؟ قطبين، يعني بالحالة السعوية قطب يعطينا تيار والقطب الثاني راح يستقبل التيار ويمر من خلال الدائرة الكهربائية. فالالكترو سيرجيكال يونت بنفس الفكرة، عندنا قطب اللي هو صاير الهاند بيس اللي هي تلزم بإيد الطبيب، وعندنا قطب ثاني اللي هو راح يستقبل لنا التيار ويكون لنا دائرة كاملة. الفيديو واضح عندكم؟ تمام، واضح دكتور. واضح دكتور. الجهاز الالكتروسيرجيكال يونت نقدر نتحكم به بالتردد مالته او نتحكم بشكل الموجه. ذن الطريقتين من التحكم راح تخلينا الجهاز يشتغل بعده طرق، اما يقطع او يخثر او يجفف او يقطع ويخثر بنفس الوقت. فهسه احنا هنا راح يشوفكم عده مراحل الى عده طرق للقطع والتخثير. الطريقه الاولى طريقه القطع فقط، هي باستخدام تردد ثابت وموجه مستمره. حتى نشوف شلون دا يقطع، مثل ما تشوفون هسه هاي جايبين اعتقد قطعه من دجاج حتى يبين لك التاثيرات اللي دا تصير عليها اثناء القطع. هذا ال شو اسمه عفوا التيب مال الالكترو سيرجيكال يونت، هاي بمقدمتها فد شيء دقيق مثل الابره هو اللي دا يسوي لنا عمليات القطع. اذا دا نشوف هسه حاليا القطع سوانا قطع بداخل هذه التشو. هذا القطع نظيف بدون تخثر. الدجاجة أو لحم الدجاج واضح أول ما يبدي يتخثر يصير لونه أبيض، وهذا الشيء معروف لكل اللي يطبخون. أول ما تحطه على النار بعد فترة شلون تعرف استوى؟ يتحول إلى لون الأبيض الأبيضاض يصير. هذا طبعا بسبب تخثر البروتين الى اخره. اذا تشوفون هنا القطع نظيف ما بيه تخثر عدا بهاي الاطراف اللي داير مداير القطع دي يصير بها تخثر بسيط. هذا يسموه كلين كات او بيور كات، قطع نقي. هذا بيور كات مع الكترود حلقي. الالكترودات هنا مثل ما كانت عندنا بالدايا ثيرمي الكترودات على شكل كباستر، الكترودات على شكل محث. الالكترودات هنا هم عندنا اشكالها مختلفه. هذا الالكترود حلقي اذا تنتبهون على الفيديو بصوره واضحه على شكل دائره، يقطع لنا شريحه كامله مثل ما نشوف هنا. هذا بيور كات. هنا عندنا بلند اللي هو قطع مع تخثير، يعني احنا نريد نقطع بس ما نريد يصير عندنا نزيف. تعرفون انتم اول ما تقطع جزء من جسم الانسان راح يصير عندك نزيف. هنا لا، بلند هو قطع مع تخثير يخلي لنا القطع نظيف بدون نزف. هنا راح يستخدم تردد 5 ميجا ويمزج لنا تردد القطع، عفوا شكل القطع مع شكل التخثير. راح نشوف شلون ينمزجن وشلون يصير شكلها بنسبه 50 الى 50. طبعا هذا الدخان اللي تشوفوه يعني بالضبط دخان حرق، ريحه الشوي تماما. حتى اللي فايت عمليات وشايف الالكترو سيرجيكال يونت راح يعرف انه ريحه القطع بيت تشبه ريحه الشوي. بالحقيقه ودين الشوي يعني النسيج. هذا عندنا بلندنج كات ده يقطع مع تخثير. اذا تشوفون من راح يشيل اكو عندنا تغير باللون، هذا التغير باللون سببه صارت حرارة عالية صار عندنا تخثر. هنا عندنا الكواجوليشن اللي هي التخثير. التخثير مثلا طبعا احنا نقدر نقطع بالتخثير ونقدر نخثر. التخثير تماما لا، هذا يبس لنا المنطقة خلاص، يجففها ينهيها يسحب كل السوائل من عندها، يجفف كل السوائل من عندها. فراح نشوف عندنا هنا اللون يتغير بشكل اكبر اللي هو صارت المنطقه تقريبا جافه. القطع بترددات التخثير او بموجه التخثر.
احنا بدنا نشوف هذا الكواجوليشن اللي هو بالحاله العاديه يجيبون الكترود القطب مالته التيب مالته دائريه يسوي لنا تخثر بالمنطقه يجفف لنا اياها او ينشف لنا الدم او يوقف لنا النزيف الى اخره. احنا هاي الشركه تقول انه احنا التخثر مالتنا ما يسوي لنا تفحيم نو كاربونايزيشن. تذكرون قلنا انه الخلايا او اي جزء حي من تزيد الحراره عليه راح يوصل مرحله انه يتحول الى كربون وسي او 2 يصير كاربونايز كاربونايزيشن. فهاي تقول لك الشركه انه احنا جهازنا ما يسوي كاربونايزيشن فقط يسوي كواجوليشن، يعني عندهم بها براءات اختراع الى اخره. هنا دي يقارنون بشركه ثانيه ده تسبب تفحم اثناء الكواجوليشن. هنا دي نشوف شلون تتفحم الانسجه. هنا تخثر بالمنطقة النزف، يعني لو عندنا نزف هنا هم حاطين مي طبعا راح تشوفون شلون يجفف المي وبنفس الوقت يخثر المنطقة المصابة. هنا مقارنات ما بين القطع النظيف والقطع المزدوج البليندنج او المخلوط والقطع بالتخثير. هنا عمليات غرز يسوي. هنا هذا عندنا السبري ايضا يستخدمون ب ارك قوس كهربائي هم يعني لتجفيف او قتل في منطقه خلايا معينه. هذا الارك الكهربائي ينتج عن فراغ الهواء وفولتيه عاليه، فالتيار يقوم ينتقل بالهواء مثل ما الصاعقه تنتقل بالهواء. قوس الكهرباء إلى عدة استخدامات. هنا أنا مستخدمي بالقطع والتخثير، بالصناعة يستخدموه باللحام، اللحام بالقوس الكهربائي. هنا إذا تشوفون هذا اللي بيد الدكتور هو الإلكترود الأكتيف إلكترود، هذا اللي بالأسفل الديسبيرسيف إلكترود إلكترود التشتيت. الفكرة من عندهن انه التيار يمر منا الى النسيج ثم الى هذا الديسبيرسيف الكترود. خلي نفهم شنو وليش دا نسوي هذا الشيء. احنا التيار لازم يمر بدورة مغلقة، فالتيار دا يمر غير لون شوية التيار دا يمر بالكيبل الى الالكترود، من الالكترود يمر بتركيز دقيق جدا الى النسيج ثم يتوزع بالنسيج، يتوزع لان النسيج اعرض من راس الالكترود. بعد ما يتوزع بالنسيج عندنا هنا الديسبيرسيف الكترود الكترود التشتيت. الكترود التشتيت هذا راح يستقبل لنا التيار اللي مر بنسيج الانسان او بنسيج هذه القطعه من اللحم. هذا يكون مساحته السطحيه اكبر، التساقه اكثر، فيمر التيار على شكل لو دنس يعني كثافه اقل. يمر التيار نفس التيار بس كثافته اقل لان توزعت المساحه السطحيه مالته على سطح هذا الالكترود. فهاي الفكرة انه احنا عندنا dispersive electrode وعندنا active electrode. لو كانت الالكترودات اثنينات بنفس الحجم مثلا هذا dispersive electrode ايضا حاطيه هنا ما راح يصير شيء، راح تصير عندنا حرارة بسيطة تتولد بداخل النسيج. لو كان عندنا الكترودين اثنيناتهن active واحد منا وواحد هذا منا، اللي راح يصير انه راح نحرق المنطقة من الطول للطول. فاحنا نركز التيار من جهة ومن ثم نشتته من جهة ثانية حتى نقلل تأثيراته. هذا تقريبا كل ما بال عفوا بال اكو احد رفع ايده. اي نعم دكتور. ايه احمد اي نعم دكتور.
يا احمد. دكتور، هذا بالنسبة للمشتت اللي يصير صحيح. أسفل الجسم، نعم. يعني فايت حتى لا يصير حرق من الحام. صحيح، حتى لا يصير حريق من جهة ثانية. احنا من نريد جوه الحرق من جهة محددة، يعني احنا نريد نقطع بس من الجزء الأعلى من النسيج. لو الديسبيرسيف الكترود دي يشتت لنا التيار حتى لا يصير الحريق من الجهة الثانية اللي يخرج من عندها التيار، لأن احنا التيار ده يدخل لازم يطلع. الجهة اللي دخل من عندها التيار نريد نقطعها أو نريد نخثرها. الجهة اللي راح يخرج من عندها التيار اللي هي أسفل الجسم ما نريد نحرقها. فنشتت بها التيار حتى كثافته تقل، هو نفس التيار ما متغير، بس كثافته تركيزه توزع على منطقة أكبر فيسبب حرارة أقل ويسبب تأثيرات أقل. دكتور، وين يروح هذا التيار من يشتت؟ ما يأثر سلبي على الجسم؟ يرجع للجهاز، الجهاز أها، دورة متكاملة. إذا هسه راح نشوف الجهاز، أوكي. خلي بس نكمل، أعتقد ها هي الفيديو ما عندنا شيء بيه. خلي نشوف شكل الدورة الكاملة بالجهاز. أكو مشكلة صارت. دكتور، يعني الطبيب يصير معرض، لو شلون ينعزل عن المريض؟ الدورة راح تكمل بالبيشنت، ما راح تكمل ويا الطبيب. الطبيب طبعا يلبس، شفت انت لابس جلوفز ولابس شغلات عازلة. الدورة راح تكمل بالبيشنت. احنا عندنا هذا شكل الجهاز. لو فرضنا عندنا هذا الجهاز، هذا المولد، هذا مولد الترددات او التيار، راح يعطينا تيار يمر بهذا الكيبل الى الاكتف الكترود اللي هو بيد الدكتور، هذا اللي شفناه لونه اصفر. راح يمر التيار بتركيز دقيق هنا على الجزء اللي نريده، راح يحرق لنا الجزء او يقطع لنا الجزء او يخثر لنا الجزء اللي احنا رايديه. بعدها هذا التيار راح يتشتت، راح ينتشر بجسم الانسان. وين ينتشر؟ الكهرباء تحاول تبحث عن اقصر واسهل الطرق، اقل مقاومة، تبحث عن المنطقة الاقل مقاومة. فهاي المنطقة الاقل مقاومة احنا شلون نوفرها؟ نوفرها عن طريق ال patient return electrode او المشتت، هذا ال dispersive electrode. هذا ال dispersive electrode، هذا راح يرجع لنا التيار اللي تشتت من الاكتف الكترود، من الاكتف الكترود يرجع لنا الى الديسبيرسيف الكترود، ومن ثم الى الجهاز حتى تكمل الدوره. تكمل الدوره الكهربائيه، الدائره الكهربائيه نعرف انه لازم تكمل، بدون ما أن تكمل الدائره الكهربائيه ما عندنا تيار يسري. واضحه هسه احمد؟ عاشتك دكتور، أهلا وسهلا. شكرا. هذا طبعا اللي يسموه مونوبولار الكترود، اللي هو يعني قطب احادي، لانه انت الدكتور ده يلزم بيده الكترود احادي، وعندنا هنا ريتيرن الكترود يرجع لنا التيار المشتت الى جسم الانسان. اكو نوع ثاني اللي هو باي بولار الكترود، اللي هو الالكترود الثنائي، او الالكترود الثنائي شنو فكرته؟ انه الرتير الكترود موجود بنفس القطب اللي لزمه الدكتور. هذا اللي نشوفه مثل الملقط، هذا يسموه باي بولار الكترود. التيار يمر من هاي الجهه وخلال البيشنت ويرجع لنا بهاي الجهه حتى تكمل الدائرة، يرجع لنا إلى الجهاز طبعا. بالحالتين الدائرة كاملة، الحالة الأولى أنه إحنا التيار كان دا يمر بداخل الجسم، يمر بداخل الجسم وبعدين يرجع لنا للجهاز. الحالة هاي الثانية لا، التيار دا يمر أيضا داخل الجسم بس بمنطقة صغيرة ويرجع لنا إلى الجهاز من نفس الإلكترود. هاي الحالات وشرحهن وغيرها راح نقراها هسه بالملزمة، بس الملزمة شوية جافة فحبيت أشوفكم شوية فيديوهات وصور حتى نفتهم قبل لا نبدي بالمحاضرة. لحد الآن أكفد استفسار أو سؤال؟
اكو طلاب؟ اي سؤال حتى لو ما مفتهم عادي، احنا راح نشرح المحاضرة، بعدنا ما شارحين ترى. البرزنتيشن طلع عندكم؟ طلع دكتور واضح. واضح دكتور. هسه اكو احد ما بيواجه مشكلة بالفهم الجهاز او طريقة عمله او شنو هو شكله؟ خلينا نبدأ بالملزمة. الكترو سيرجيكال يونت، انا الكترو سيرجيكال يونت باسز هاي فريكونسي الكتريك كارنت، يمرر لنا تيار تردد عالي، تردد عالي من خلال النسيج، من خلال نسيج البشري، يعني من خلال نسيج جسم الإنسان. هذا التيار، عفوا هذا شنو، من خلال النسيج حتى يحقق لنا to achieve specific surgical effects، حتى يحقق لنا تأثيرات جراحية متعددة such as cutting, coagulation تخثير، قطع تخثير، و desiccation تجفيف. احنا شفنا شلون جفف النزيف فيسبب لنا هاي الشغلات. اول وحده شفناها هي القطع، كان دا يقطع. ثاني وحده اللي هي الكوغليشن، انه دا يخثر منطقه معينه اثناء ما دا يقطعها. ثالث وحده الديسكيشن اللي كان دا يجفف لنا بيها. It has been used since the 1920s، استخدموها من 1920 حتى يقطعون الانسجه بفعالية عالية، while at the same time controlling the amount of bleeding. واحدة من أهم الشغلات بها إن إحنا نتحكم بالنزيف. مساوئ الجراحة العادية، مساوئ المشرط العادي، من يقدر يتخيلها؟ المشرط العادي مو المشرط الكهربائي، هذا مشرط كهربائي، وعندنا سابقا المشارط العادية، المشرط العادي. من يقدر يعرف او يخمن شنو مساوئ المشرط العادي مقارنة بالمشرط الكهربائي؟ اي نعم دكتور، اي احمد، مثلا من نجرح بالمشرط العادي يصير عندنا نزيف. صحيح، هاي وحدة. 3 4 0 5. دكتور يحتاج لتعقيم من مريض المريض. اسمك شنو؟ زيد حسام. 3 1 4 0 6. عاشتي لك زيد، يحتاج تعقيم. 0 8 5 يقول ما نقدر، عفوا ما دا لحق على الشات، يعني لو تحجون شوية أفضل، ما عندنا مشكلة احنا. دكتور المشرط العادي اي يكون نوعا ما بطيء لأنه طبقات الجلد ما راح يقدر يتخللها بسرعة، بينما المشرط الحراري بسبب التردد العالي وزيادة الحرارة فراح يقدر يعني بوقت أسرع أنه يسوي لنا كاتينج. نعم نعم، وأيضا يعني يحتاج المشرط العادي يحتاج أبليكيشن قوة، يعني نحتاج نسلط فورس بلد معينة بلد. حتى نخترق إلى فد درجة محددة. المشرط العادي يحتاج إلى تعقيم. نعم، المشرط العادي يحتاج إلى تعقيم، هاي نقطة كلش مهمة، المشرط العادي يحتاج إلى تعقيم. انتقال الملوثات من مشرط، يعني من مريض الى اخر، من بيشنت الى اخر، ممكن يحدث اثناء استخدام المشرط العادي لو ما عقمناه بشكل صحيح. بينما بالمشرط الكهربائي طبعا هي اكو تبات تتبدل انه disposable، وكو اصلا هو بنفسه يعقم نفسه بنفسه بسبب الحراره العاليه والتيار العالي اللي يمر من خلاله، بس ايضا طبعا يعقموه، يعني مو بس ما يعقموه، بس هو امن بانتقال الامراض، اقل نزيف، يسبب نزيف بشكل اقل لانه هو دا يخثر الدم اللي دا يطلع لنا، وطبعا يعني ما نقدر نسيطر، هو دا يؤدي لنا هواي وظائف، مو بس وظيفه قطع، دا يؤدي لنا وظيفه تجفيف، دا يؤدي لنا عده وظائف. أغلبكم المشرط الإلكتروني يكون أدق بتحديد عمق الجرح أو عمق اختراق الجسم أو الجلد.
ممكن يكون أسهل. ممكن نقدر نقول هالشيء. طبعا مع العلم الدكاترة يفضلون المشرط اليدوي، يعتبر أسهل إلى بالاستخدام، لأنه المشرط الكهربائي يتضمن عمليتين، أنه تتحكم برجلك وتتحكم بإيدك. برجلك أكو فوت سويتش تضغطها على مود تعطي التيار، وبإيدك أكو دقمة تختار من عندها الكاتنج او الكواجوليشن وتشتغل. فشويه يتطلب مهاره يعني باستخدامه، بس المشرط بالضبط اليدوي شويه اسهل بالضبط. فاغلبهم يفضلون. نعم المشرط الإلكتروني أقل يعني أضرار على الجسم، قصدي تشوهات ما يسبب. الصراحه المشرط الكهربائي هو يعني مو الكتروني، او الالكتروسيرجيكال يونت، آلة الجراحة الكهربائية. المشرط الكهربائي لا، شوية تأثيراته أكثر، لأنه سوء استخدامه يسبب لنا مشاكل أكبر، مثلا يسبب لنا حروق، يسبب لنا تدمير للخلايا، يسبب لنا كاربونايزيشن مثل ما شفنا بالفيديو. أكو المقارنة كانت بين شركة وشركة، الشركة الثانية جهازها يسوي تفحيم، يفحم لنا المنطقة، وهذا الفحم مادة خطرة تبقى بالجسم إلى آخره. فالمشرط الكهربائي بيه مشاكل في حالة سوء الاستخدام، بيه مشاكل في حالة سوء الاستخدام. فنرجع يقول لك cutting is achieved primarily with a continuous sinusoidal. الكاتينج يتحقق لنا عن طريق، هاي ملاحظة جدا مهمة طلاب، continuous، انه موجة القطع هي موجة مستمرة، موجة التخثير هي موجة متقطعة. موجة القطع هي موجة مستمرة بفولتية أقل، موجة التخثير هي موجة متقطعة بفولتية أعلى. اثنيناتهم موجات جي بي sinusoidal waveform، بينما whereas coagulation is achieved primarily with a series of sinusoidal wave packets. يعني ده يقصد انه الكواجوليشن يتحقق عن طريق موجات جيبية متقطعة. الكتروسيرجيكال يونت كان بي اوبريتد ان تو مودز، اكو مودين حتى نشغل بها الجهاز. المود الاول اللي هو المونوبولر، المود الثاني اللي هو الباي بولر. المونوبولر شفناه احنا قطب واحد وديسبيرسيف الكترود جوا، ويمر التيار من القطب للجسم للالكترود. الباي بولر لا، القطب صاير مثل الملقط، يمر التيار من القطب من الجزء الاول الى النسيج الصغير ثم الى الجزء الثاني ويرجع لنا للمشين. هذا الباي بولر. The most difference between these two modes is the method in which the electric current enters and leaves the tissue. الفرق الأساسي بيناتهم هو التيار وين يمر ومن يخرج. Theory of operation. In principle, electro surgery is based on the rapid heating of tissue. احنا الفكرة انه احنا نسخن النسيج. To better understand the thermodynamics events during electrosurgery، حتى نفهم التأثيرات الحرارية الميكانيكية على التأثيرات الديناميكية الحرارية عفوا على جسم الإنسان أثناء الالكتروسيرجيكال يونت، لازم نعرف تأثير الحرارة على جسم الإنسان أو على النسيج الحيوي. بالدايثيرمي، إذا نرجع نسأل بالدايثيرمي ايش قد كانت تقريبا الحرارة اللي نولدها على جسم الإنسان؟ جيد الحرارة 45 45 مضبوط. 0.03 صفر صفر هاي بلس 1 درجة الحرارة كانت 45. قلنا احنا اكثر من 45 ايش راح نسبب؟ سبب حروق للجلد، نسبب حروق للجلد، وهاي الحروق يعني unreversible، يعني ما ترجع بعد، يعني ما راح تتعالج. بينما احنا من نزيد حرارة الجسم لل 45 ونترك الجسم، راح ترجع حرارته للطبيعي وكل شيء ما يصير عليه. اي شيء فوق ال 45 راح نسبب حروق غير قابلة للتصحيح، يعني ما راح نقدر نعدل
الحرق بعد ما يصير. دكتور يعني تموت الخلايا. تموت الخلايا. قبل لا تموت الخلايا تتذكر بالأوتوكليف قلنا البيضة من نبدأ نسلقها شو يصير بيها؟ يعني إذا تأخرت انفجر. تجمد. قبلها تجمد. البروتين مالتها يقل دكتور. منو اللي يقول؟ جعفر ضياء. جعفر البروتين ما يقل، البروتين نسبته ثابته بس ايش يصير به؟ انت ذكرت يعني حكايه حلوه البروتين، صحيح هو يصير في شيء على البروتين بس ما يقل. ايش يصير بالبروتين دكتور؟ البروتين يتخثر. البروتين يتخثر. شكرا لك. سمات 72 بلس 1 سمات. شكرا لك. البروتين عندنا دا يتخثر فوق ال 45 راح يبدي البروتين يتخثر، وقلنا من البروتين يتخثر هي عملية باتجاه واحد غير قابلة للانعكاس. يعني البيضة من دا تنسلق وتجمد بعد ماكو فد شيء اسمه البيضة ترجع لشكلها الأساسي، انتهى الموضوع بالنسبة لها. طبعا اكو عالم قدر يرجعها وحصل جائزة نوبل للحماقة يسموها، يعني أغبى بحث علمي بس قدر يرجعها. فالقصد كانت سابقا تحدي علمي انه البروتين من يتخثر بعد ما يرجع. فالبروتين من يتخثر هي عمليه باتجاه واحد غير قابله للانعكاس، ما تنعكس ما ترجع. بعد ما يتغير البروتين ويتخثر ايش راح يصير به؟ تتغير صفاته وخصائصه. لما تتغير هاي الصفات والخصائص يصير غير فعال. من صار غير فعال انتهت، ماتت الخليه. فاحنا هنا بنفس الفكره، اكثر من 45 راح نسبب تغير البروتين، تخثر البروتين، انجماد البروتين وموت الخلية. يصير بنفس الوقت بيضاض، حالة الابيضاض بلانشنج يصير بها للخلية، تبيض الخلية مثل ما نشوف باللحم الدجاج. لحم الدجاج من تعرض الحرارة يبدي البروتين اللي بيصير لونه أبيض. فيقول لك احنا الحرارة نقدر نعرض جسم الإنسان أو نزيد حرارة جسم الإنسان إلى 45 درجة لثواني معينة. The cytochemical change يعني كيميائية الخلايا. cytochemical كيميائية الخلايا. The cytochemical change do in fact occur، يصير عندنا تغير كيميائية الخلايا. However these changes are reversible. ما ال 45 وجوة التأثيرات اللي تصير على الخلايا reversible، يعني قابلة للعودة انه نقدر نرجعها للحالة الطبيعية. وبعدها الخلايا and the cell return to their normal function، بعدها ترجع الخلايا للحالة الطبيعية. when the temperature returns to a normal value، لما ترجع الحرارة للnormal value اللي هي 37. بس عندنا المشكلة ما فوق ال 45. ما فوق ال 45 irreversible changes، تغييرات غير قابلة للإعادة، يعني تغييرات باتجاه واحد. take place that inhibit normal cell functions، توقف عمل الخلية. and lead to cell death، تموت الخلية مثل ما قال أحد الطلاب. أول تغيير يصير عندنا ما بين 45 إلى 60، البروتين بالخلايا يفقد شكله الرباعي، تشكيله الرباعي quaternary configuration and solidify، يتجمد مثل ما يصير عندنا بالبيضة into glutinous substances، إلى فتشي شكل جلوتيني أو مركب جلوتيني. this process termed coagulation، هاي العملية تدعى بالتخثير، نفس العملية اللي تصير بالبيضة لما نسلقها. البروتين اللي بيها يفقد شكله، يتيبس، يتصلب، يصير بعملية تسمى التخثير. وأيضا are accompanied by tissue blanching، ومصاحبة إلى إبيضاض النسيج. إبيضاض النسيج نشوفه بالبروتين مال البيضة يصير لونه أبيض، وأيضا نشوفه باللحم الدجاج من يصير لونه أبيض. Further increasing the temperature up to 100 Celsius leads to tissue drying. إذا زيدنا الحرارة ما بعد الستين وصلناها للمية، إيش راح يصير عندنا بالمية؟
من يعرف شو يصير عندنا بدرجة حرارة 100؟ سبب حروق؟ هو أكيد يسبب حروق، بس يعني قبل الحروق أكفت شيء بداخل الخلية، إيش راح يصير فيه بدرجة حرارة 100؟ تجفيف الأنسجة؟ تجفيف الأنسجة، ليش دي يصير هذا التجفيف؟ بسبب إنه درجة حرارة 100 يعني هي درجة الغليان. صحيح، زينة أتذكر. نعم زينة. زينة درجة حرارة 100 راح يصير عندنا المي يتبخر، هي درجة غليان المي، المي راح يتبخر راح تجف الخلية، بما أن الخلية 70% 80% مي، الخلية راح تتقلص إلى حجم 30% وراح تجف الخلايا. درجة حرارة 100 راح تبدي الأنسجة تجف، أو ال تشو دراينج، الأنسجة تجف. هاي العملية تسمى ديسكيشن، التجفيف، مثل ما شفنا بعملية تجفيف النزيف. نفس هاي العملية، الفكرة من عندها أنه إحنا إذا سلطنا الحرارة هاي على منطقة معينة، من تبدأ تجف الخلايا راح تتفارق. اللي دي يصير إحنا عندنا بالقطع والتخثير أو إلى آخره، الصراحة إحنا دي نموت الخلايا الملاصقة لطرف الإلكترون. طرف الإلكترود من دي يلامس هاي الخلايا، هاي الطبقة دي تموت، هاي الخلايا تتيبس، تنكمش، تبتعد وحدة عن الأخت، دي صار عندنا قطع، دي ينفك الاتصال ما بيناتهم، دي تتقلص حجم الخلية، دي تسوي لنا فراغ بالمنتصف، هذا الفراغ هو صارت عملية قطع. بالحالة المشرط الجراحي العادي لا، احنا دي نسوي عملية ميكانيكية، ضغط يسلط على نقطة اتصال كل خلية بالثانية ونقطع الخلايا ما بيناتهم إلى المنتصف. هنا لا، احنا دا نموت الخلايا، نبخر الخلايا، نجفف الخلايا، نخلي ارتباطهم ما بيناتهم ينفصل بحيث يترك لنا فراغ بالمنتصف، هو عملية القطع. ما بعد المية the solid content of the tissue reduced to carbon. ما بعد المية إذا زيد الحرارة فوق المية إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تفحيم كربون، مثل ما قلنا بالبيضة بالأوفن، إذا نطقها بطاوة ونخلي الحرارة تزداد عليها لفترة معينة، بعد فترة أطراف البيضة تبدي تحترق، يصير لونها أسود، هذا فحم كربون، تحولت إلى مادة كربونية. هاي العملية تسمى carbonization، التفحيم. Tissue damage depends not only on temperature. الضرر اللي يصير بالنسيج ما يعتمد فقط على الحرارة. However, but also on the length of exposure to heat. يعتمد على عنصر ثاني اللي هو مدى التعرض. يعني احنا لو فرضا انسان عادي اتعرض لحرارة 70 لثانيتين، ما راح يصير بيك شيء. انت تدخل ايدك بالفرن حرارة 300 وتطلعها، ما راح يصير بيك شيء، الموضوع ثواني. بس إذا دخل إيدك بحرارة 100 أو 300 لعشر ثواني، عفوا لعشر دقائق، لربع ساعة، هنا راح تصير المشكلة. فالمشكلة مو فقط بالحرارة، المشكلة بفترة التعرض، فترة التعرض للحرارة. هاي أهم عنصرين بتأثيرات الحرارة على جسم الإنسان. In the monopolar mode، نرجع على المودات مال التشغيل الجهاز اللي هي المونوبولر والبايبولر. In the monopolar mode، the active electrode either touch the tissue directly or is held a few millimeters above the tissue. بالمونوبولر احنا شفناها بالفيديو، اما النسيج، عفوا التب، الطخ جسم الانسان او الطخ النسيج وتسوي لنا عملية القطع، او تكون على ارتفاع مليمات من جسم الإنسان، وهذا اللي شفناه بالقوس الكهربائي اللي تولد أثناء الفيديو. ارتفاع التب تكون عالية عن جسم الإنسان بمليمات، هذا الفراغ راح يسوي لنا سبارك جاب، راح تطلع لنا شرارة أو شعلة كهربائية، شرارة كهربائية من الإلكترود إلى الجسم من خلال الهواء. طبعا كل وحدة لها طرقها وكل وحدة لها استخدامها بالنسبة للطبيب. هاي بالنسبة للمونوبولار إلكترود. When the electrode is held above the tissue، لما الإلكترود يكون أعلى من النسيج، يعني على ارتفاع مليمات من النسيج،
The car, the electric current bridges the air gap by creating an electric discharge arc. التيار يعبر الهواء الفراغ الهوائي اللي صار من اللي مات بين الالكترود وبين جسم الإنسان عن طريق صنع تفريغ كهربائي على شكل قوس كهربائي. A visible arc forms when the electric field strength exceed 1 كيلو فولت إلى مليمتر in the gap and the spur إلى آخره. يقول لك الارك القوس الكهربائي نقدر نشوفه لما التيار عفوا لما قوة المجال الكهربائي تتجاوز 1 كيلو فولت لكل مليمتر. إذا سلطنا 1000 فولت على مليمتر واحد راح نشوف القوس. إذا سلطنا 1000 فولت على مليمترين ما راح نشوف القوس. إذا سلطنا 500 فولت على مليمتر واحد ما راح نشوف القوس. الفكرة أنه لازم يكون 1 كيلو فولت على المليمتر in the gap and disappears when the field drops below a certain threshold level. ويختفي هذا القوس لما يقل قوة المجال الكهربائي عن هذا الليفل. هسه المونوبولر هذا الشكل مونوبولر الكتروسيرجري. In monopolar electrosurgery, tissue is cut and coagulated by completing an electrical circuit that includes a high-frequency oscillator, amplifiers within the ASU, the patient table, إلى آخره. إحنا أنا دي أقول بالمونوبولر إحنا نقطع ونخثر عن طريق إنه نمرر هذا التيار من المولد اللي هو هذا المولد هذا الجنريتر. بأوسيليتر مذبذب بأمبليفايرات مكبرة للإشارة ومن ثم الكيبلات ومن ثم الإلكترود ومن ثم نسيج الإنسان ومن ثم الإلكترود المشتت أو الديسبيرسيف إلكترود أو يسموه ريتيرن إلكترود ويرجع التيار بالوايرات إلى الجهاز نفسه. فهنا دي يقول لك نفس الشيء إنه القطع والتخثير يتم عن طريق دائرة كهربائية تتضمن أوسيليتر أمبليفاير بداخل الجهاز بعدين patient plate هاي يسموها patient plate أو patient electrode أو return electrode الكيبلات اللي توصل لنا الالكترود وإلى آخره. In most applications في معظم التطبيقات التيار يمر من الـ ESU التيار اللي يمر من الـ ESU conducted through the surgical site with an active cable and electrode. بمعظم الحالات احنا نمرر التيار الى الكيبلات الى الالكترود. The electrode surgical current is then dispersed تتشتت خلال داخل جسم الانسان through the patient to a return electrode. هذا return electrode هنا هذا return electrode باللون الأزرق اللي هو شفناه أيضا بالفيديو يكون أسفل النسيج اللي كانوا دي يقطعون به. هذا return electrode اللي راح يرجع لنا التيار إلى الجهاز. Returning the energy to the generator to complete the path يرجع لنا التيار إلى الجهاز حتى يكمل لنا الدائرة الكهربائية. Monopolar electrosurgery has the means of delivering energy to the tissue through several modalities. يعطينا التيار إلى عفوا يوصل لنا التيار إلى جسم الإنسان عن طريق عدة طرق من الـ operation عدة طرق من التشغيل. The pure cut اللي شفناها بالحالة الأولى يقطع بدون تخثير فقط قطع شوية أكو تخثير بسيط بس غير ملاحظ. Blended cut اللي هو القطع مع التخثير قطع مع تخثير اللي شفناه بالحالة الثانية يقطع بس أكو تخثير حتى ليس ببنى نزيف. النقطة الثالثة اللي هي Discation التجفيف يجفف لنا المنطقة المراد. And spray fulguration اللي هي فد كلمة مالها معنى بالعربي بس معناها انه احنا دن نقتل الخلايا باستخدام الدايثيرمي. السبراي شفناه بالصور بالفيديو خلينا نرجع عليه
لأنه أعتقد أغلبكم ما انتبهوا على السبراي. السبراي حتى تنظف المكان ما قبل الهاي. لا 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 لا، السبراي يعني رش التيار الكهربائي على منطقة واسعة يسبب لنا تجفيف بها. هسه تشوفون هذا الفيديو مكتوب سبراي، هي العملية اسمها سبراي، رش التيار هذا. طبعا دي يصير قوس كهربائي، تشوف شلون دي يرش التيار على منطقة معينة سبب لنا بها تجفيف. اكو طبعا شوية قتل للخلايا، واضحة الفكرة؟ هذا السبراي. طبعا احنا حكينا قلنا اكو عدة موداليتيز للشغل بالمونوبولر. اول وحدة الكات، هذا الكات شفناه شلون دا يقطع، بيور كات يسموه. بعدها عندنا البلند كات، ايضا مذكور بالملزمة، البلند كات اللي هو قطع مع تخثير شوية يسبب لنا تجفيف للمنطقة حتى لا يسبب نزيف. بعدها عندنا الكواغوليشن اللي هو التخثير التام، اللي هو نقدر نسوي قطع نقدر نسوي تخثير فقط، بس يحرق لنا المنطقة حتى نهائيا ما نزف او يجفف لنا المنطقة عفوا. هذا ايضا نوع من انواع الكواغوليشن، قلنا الكاربونايزيشن يصير بيها. هذا ايضا كواغوليشن اللي هو بالتجفيف، ديسيكيشن يسموه هنا بالمنزمة، اللي هو التجفيف في منطقة معينة. وهذا كان السبراي. فهاي الطرق مال ايصال التيار او ايصال الطاقة الكهربائية الى جسم الانسان بالمونوبولر. نرجع، pure cut, blended cut, desiccation and spray. شفناها هسه كلها. The delivery system of the monopolar electrosurgical generator can be a hand controlled pencil, هذا اللي هو يشبه القلم، hand controlled, reusable or disposable. اما نقدر نستعمل عدة مرات او disposable لاستخدام مرة واحدة. Or a foot controlled pencil، القلم يكون بالإيد بس عندنا فوت سويتش نتحكم بيها. A number of accessories can be adapted to the foot control إلى آخره. نقدر نشكل عدة accessories، عدة أشكال من الإلكترودات، مثل ما شفنا أكو إلكترود التيب مالتا بول، أكو إلكترود التيب مالتا نيدل، هواي أشكال. أكو إلكترود التيب مالتا على شكل لوب حلقة. هذا في حالة المونوبولر. في حالة البايبولر قلنا هو نستخدم في الشيء مثل الفورسبس and scissors، أما يشبه الملقط أو يشبه المقص. البايبولر الكتروسيرجري، in bipolar electrosurgery two electrodes، الكترودين يعني اثنينات الموجودات بنفس المكان بنفس الوقت. Generally the tip of the tips of a pair of forceps or scissors، عادة تكون هي رأس أما مقص أو ملقط. serve as the equivalent of the active and dispersive، تعمل عمل الactive والdispersive. بدل ما ذني كان هنا متباعدات ويمرن من خلال جسم الإنسان، لا ذني كان متقاربات ويمر التيار من واحدة للثانية. bipolar electrosurgery does not require a patient plate، اللي هي dispersive electrode أو patient plate يسموه. Electrosurgical current in the patient is restricted to a small volume of tissue. في حالة البايبولر راح نشتغل على جزء صغير فقط من النسيج. In the immediate region of the application of the forceps, this affords greater control over the area to be coagulated. في حالة البايبولر احنا نشتغل على منطقة بسيطة، لانه احنا عندنا التبين واحدة بصف الأخ، نشتغل على منطقة بسيطة يبطينا التحكم اكثر بالمنطقة التخثر، يبطينا التحكم اكثر بمنطقة التخثر. ليش؟ لان التيار دا يمر بين نقطتين بسيطة، مو مثل بالحالة العادية كان التيار دا يمر بجسم الانسان كله، ممكن يسبب لنا تخثر باكثر من منطقة ما رايديها احنا.
الفورسبس او البايبولار الكترود يستعملوه اكثر شيء قرب المناطق المهمه مثل العين، الاجزاء الحساسه من جسم الانسان، حتى لا التيار يروح باماكن غير مرغوبه ويسبب لنا مشاكل. This afford greater control، هذا يعطينا تحكم اكبر على المنطقه اللي نريد نخثرها. Damage to sensitive tissue in close proximity to the instrument can be avoided، الضرر اللي يصير بالأنسجة الحساسة بالقرب من الإلكترود نقدر نتجنبه باستخدام البايبولر. There is less chance of current capacitively or directly arcing to surrounding structures such as the bowel إلى آخره. أكو احتمالية أقل من نستعمل البايبولر أنه يصير عندنا قوس كهربائي، أنه التيار يمر على شكل سعوي إلى منطقة ثانية أو إلى آخره. ليش؟ لأن الأقطاب تقاربت، قلنا التيار يبحث عن أقرب وأسهل وأقل مقاومة، عن طريق أسهل وأقل مقاومة، فالطريق الأسهل وأقل مقاومة هو من هذا الطرف إلى هذا الطرف بدل ما يروح بجسم الإنسان، لا هذا هو الطريق الأسهل، فإحنا حددنا التيار بمكان معين قللنا تأثيراته على باقي الجسم. هذا شكل البايبولر، هذا شكله مثل الملقط، التيار دي يمر منه للنسيج ويرجع لهنا وانتهت. بس وراها عندنا الديسبيرسيف الكترود. قبل لا نروح على الديسبيرسيف الكترود خلي نشوف أشكال الالكترودات. هاي تقريبا اشكال متعدده من الالكترودات، الالكتروسيرجيكال يونت، كل واحده لها استخدام معين، كل واحده لها استخدام محدد. اللي تشوفوه هنا ذني مونوبولار، اللي تشوفوه هنا ذني بايبولار. الديسبيرسيف الكترود هو فد لزقة موصلة للكهرباء، مساحتها السطحية كبيرة، اكو من عندها ريوزابل، اكو من عندها سنجل يوز الى اخره، تستخدم نربطها على جسم الانسان حتى تشتت لنا التيار وترجع لنا اياه الى الجهاز. لها ايضا عدة اشكال. الشكل القديم من عندها كان لوحة ستيل، ستينلس ستيل كبيرة، تنحط جوا المريض والمريض مجرد ان ينام عليه. بس هاي لقوا بيها مشاكل معينه. من يتخيل شنو هاي المشاكل المعينه باللوح الستيل؟ ديسبيرسيف الكترود هو لوح مشتت، او ريتيرن بيشنت ريتيرن الكترود هو لوح مشتت للتيار ينحط جوا جسم الانسان. سابقا كان ينصنع من الستيل. فمن يتخيل شنو المشاكل الممكنه؟ الستيل يكون موصل الكهرباء اكثر، يعني ممكن يكهرباء اكيد جسم. هو احنا نريده زينه، هو احنا نريده موصل للكهرباء حتى اي بس احنا ما نريده يعني كل الجسم الكهرباء. صراحه كل ما المساحه السطحيه اكبر كل ما التشتيت يصير اكثر، فاحنا نستفاد يكون يكون حارق للجسم. اي شلون يعني؟ هو ستيل، هو ستيل. بعد دكتور شو جاي السؤال؟ راح أعيد السؤال. سابقا كنا نستخدم الديسبيرسيف الكترود او بيشنت ريتيرن الكترود، اللي هو الالكترود اللي يصير يشتت لنا التيار، مو الاكتيف اللي يستخدمه الدكتور، لا الالكترود الثاني اللي يستقبل لنا التيار من جسم الانسان ويرجع للجهاز. سابقا كنا نستخدم لوح ستيل ينحط جوا المريض، حاليا بدنا نستخدم لزقه تلزق على اجزاء معينه من المريض او حتى على ظهره، لزقه تلزق على المريض وترجع لنا التيار. ليش استغنينا عن الستيل وحولنا لللزقات؟ شنو المشاكل اللي ممكن تصير لما عندنا لوح ستيل؟ اي فكره تجي ببالكم؟
نعم دكتور. دكتور دكتور، لأن الاستي اللي يتحرك من جسم المريض واللزقات تثبت بمكانها. منو هذا؟ رقم 3. رقم 3، أنت شنو اسمك؟ أحمد جاسم. أحمد جاسم. أحمد جاسم، شكرا، هاي ملاحظة كلش مهمة. طبعا هي نقطة من النقاط، النقاط الباقية انتظرها. النقطة الأولى دكتور، النقطة الثانية ثواني مرتضى، أشكرك. أحمد جاسم قال الستيلي تحرك، اللزقة ما تتحرك، هاي نقطة كلش مهمة، أنه البيشنت ممكن تتحرك اللوحة جوا الستيل وراح نفقد الاتصال، والتيار راح يقوم يمر بس بجسم الإنسان ويسبب لنا مشكلة أكبر أو يقرض لنا من نقاط إحنا ما رايديها. فاللزقة ثابتة أكثر، يعني مشاكلها من ناحية الحركة أقل. بقت نقطة ثانية، أي مرتضى، وزن المريض، يعني إذا خليته فترة طويلة على هذه الستيل، نعم ممكن يأثر إنه نفس المنطقة، ممكن يأثر. شكرا مرتضى. أحمد رفعت إيدك. نعم دكتور، يعني فرق بين هسه اللزقة مو مصنوعة من البلاستيك؟ لا، اللزقة يا باع، اللزقة مثل لزقة الاي سي جي، بها منطقة موصلة للكهرباء. طبعا اذا تشوفوها هنا بالصورة، هاي المنطقة هاي موصلة للكهرباء، هاي مادة معدنية موصلة للكهرباء، فاثنيناتهم هن موصلات للكهرباء، اثنيناتهم موصلات جيدات للكهرباء، هي مو بلاستيكية بالكامل، هي مثل لزقة الاي سي جي. دكتور يعني فرق هسه هذا الستيل، هو قلت دكتور اي القديم لوح ستيل، القديم الجديد لزقة موصلة للكهرباء. اوكي دكتور، هذا ما يشتت، يجوز ما يشتت التيار مثل ما هسه الجديد يشتته. ليش؟ هو موصل جيد، انا اشوف الكهرباء هذا التيار الستيل، اي مو مثل هذا حضرتك هذا الحديث. زين، هاي الفكرة ببالي يعني. أشكرك. أشكرك أحمد. نعم رقم 60. شنو؟ دكتور فرق الحجم بين هذا وهذا؟ ممكن، يعني ممكن فرق الحجم. أي دكتور ستيل موصل للحرارة، فيعني يصير جوز حروق للمريض. هي تصير حروق بس مو بسبب إنه هو موصل للحرارة، تصير حروق بسبب شيء ثاني. ده انتظره دكتور، الزوايا اللي يصير بها هذا المعدن عكس الزوايا اللي يصير بها اللزقة هذه، يعني تكون مسلطة أكثر على المكان، يعني اللي يعني اللي يريد نعالجه هذه اللزقة. مرتضى انت وصلت، بس اريد واحد يحكي لي اياها بشكل افضل. دكتور من المريض نحط جوا هذا السلستيل، راح يتعود السلستيل، ما يعني ما يصير مستقيم عدد، بس ذاك من اللزقة عادي، عادي يعني براحته ما يتحرك. احمد جاسم، يعني لا، الستيل ترى ما ده كلش قوي، ما تتعقد شويه بجسم، يعني حتى لو انا واحد وزني مثل وزني سمين ما راح يقدر يعوج الستيل. تمام. دكتور فرق عندنا، من صار عندنا فرق بالحجم مالتها دكتور، هاي راح تظل صغيره نقول وتثبت على جسم المريض، من ذيك راح تتحرك، راح يسبب قلنا انقطاع التيار او مو انقطاع التيار، راح يشتت التيار، راح يؤدي للحروق. اوكي بس يعني شنو السالفه شباب؟ اي غدير، يلا ناخذ جواب من بنيه، الشباب دي يفترون دار مدار الجواب. اكسده او هيك شيء يعني؟ اكسده لا، اثنينات المواد يعني غير قابله للاكسده، الستانلس ستيل هو مادة غير قابلة للأكسدة، ما تتأكسد بسهولة. بعد غدير عندك غير فكرة؟ لا والله دكتور. دكتور خفيف على جسم المريض؟ 187 ايش قلت؟ خفيف على جسم المريض، هاي اللي تتلزق دكتور؟ اللزقة أو الستانلس ستيل، الستانلس ستيل كان توضع تحت المريض، فيعني ما مأثر على جسم الإنسان، لأنه هو المريض بس مجرد متمدد عليها. اللزقة الحالية تلزق على ظهره، تلزق على ايده، ماكو مشكلة، فهم يعني وزنها خفيف، مو كلش تأثر الوزن. دكتور اللزقة راح واحد عكس الستانلس ستيل. نعم ما سمعتك، آسف.
دكتور هاي إذا تحرك المريض تتحرك. قالها حق جاسم. يعني شوي نحركهم قبل لا خلي نسأل مثلا حسين محمد علي. جعفر عقيل سامر رفعت ايدك اي تفضل. نعم دكتور. استاذ تكون مباشر على الجلد. اي تكون مباشر على الجلد فلذلك استاذ شلون اقول لك تكون كثافة التيار مخفضة. صحيح جعفر. اي دكمل جعفر ايش بيك دحكيها للحكايه دفرها جعفر. ما ادري بعد. استاذ يكون اكو كنترول اكثر على اللزقه من اللوح يعني شنو احنا مصن يكون زينة؟ اكو كنترول اكثر على كنترول؟ اللوح يعني احنا شلون نسيطر اكثر عليها او اوقف خلي القى الحكايه يلا دكتور تريد جواب هندسي أي. يعني تحكم نقدر نتحكم بها اكثر مثلا هي لزقه جاهزه بمعايير ثابته بارقام ثابته تنقل التيار يعني ها صحيح دا افهم قصدك انه صناعيا نقدر نتحكم بشكلها بمساحتها السطحيه ممكن هالشيء هذا بس لو انتظر فد شغله ويا البيشنت تصير خلي نسال كم طالب زين العابدين زين العابدين زين العابدين ماكو حسين عبد الكريم ممكن اي مرتضى اكو في بالي يعني السبب اكو مكانات يعني اثناء الحركه اثناء الحركه يعني حركه الجسم مو هو ثابت تتعالج وخصوصا اذا صلنت عليها هذه الحراره اللي باللزقه او غيرها فاللزقه تكون مسلطة على مكان معين نريد نعالجه نعم. ومن يتحرك يكون العلاج يعني فترة قصيرة بأسرع يعني يصير يعني ما أعرف مرتضى تقريبا دتلوفون يعني دتفترون هيش دار مدار جواب يعني بكلمتين دكتور يعني هاي من نزقها على الجليد مثل ما يقول شلون يقول يتم إجبار التيار على التردد على التدفق العفو من خلال هاي المنطقة زين بعد ما وصلنا خلينا نشوف شوية كم طالب من المتمددين غافين استاذ ممكن اللصقة تكون هي بنفس الوقت يعني موصل وعازل عن الجسم حتى الجسم ما يحترق هي تتوصل وهي احد اسباب ان الجسم ما يحترق لان هي تتشتت التيار وتاخذه للجهاز نعم ايه بس ليش اللزقة افضل من الستيلس ستيل دكتور اللزقة من راح ننزقها راح تسحب التيار ما تخلي التيار يطلع خارج اللزقة اما ذيك الستيلس ستيل راح بيفتح يعني من يصير جسم مريض عليه يبقى بفتحات فيتشتت يطلع التيار اللي برا مو مين هاي الفتحات هي من بين جسم المريض والستيلس ستيل هاي الفتحات أشكرك وأخيراً اللزقة تأخذ شكل جسم الإنسان فراح تخلينا كونتاكت أكثر زينة قالت كونترول أنا عبالي قالت كونتاكت راح تخلينا كونتاكت أكثر ما بين اللزقة وما بين جسم الإنسان فما راح تخلينا جابس إير جابس فراغات هوائية تسبب لنا تيار أو سبارك جاب قوس كهربائي ينتج عن بسبب هذا الفراغ الستيلس ستيل سطح أملس عدل ما ياخذ شكل جسم الإنسان من راح يتمدد الإنسان على الستيلس ستيل من راح تكون جوا إيده جوا رجله جوا ظهره أكو راح تبقى فراغات هواء هاي فراغات الهواء راح تسبب لنا حرق وأيضا المناطق التلامس ما بين جسم الإنسان وما بين الستيلس ستيل مو عدلة احنا جسم الانسان خو ما مسطح جسم الانسان بيه تقوسات هاي التقوسات راح تخلينا نقاط تلامس محدده يتركز بيها التيار ونقاط فراغ هوائيه عازله للتيار
ونقاط تلامس ثانية، بالتالي راح نسبب حروق بالمنطقة السفلية لجسم الإنسان. أيضا من يتحرك جسم الإنسان، ذكرها أحمد، قال من يتحرك جسم الإنسان راح تختلف نقاط التواصل، راح تسبب لنا حرق، نقطة الأولى بالحركة، النقطة الثانية بالفراغات الهوائية اللي تصير عندنا بسبب الستينلس ستيل. من اللي ذكر هاي النقطة؟ أحمد جاسم محمد رقم 3. أشكرك أحمد. هذا هاي بس كونتاكت أكثر، يعني لو بس واحد قايل لي كونتاكت أكثر كان انتهى الموضوع. هو أحمد يعني هم يعني اعطانا جواب مو بشكل مباشر بس حصلنا على الجواب. شكرا. أحمد اليوم مشاركاتك هواي. يا والله دكتور أمه داعيتني. هاي بلس 3 صار عندك أحمد. شكرا دكتور شكرا. نرجع الديسبيرسيف الكترود اللي هو الالكترود المشتت للتيار. Dispersive electrode is an electrode with a relatively large surface area، مساحة السطحية كبيرة مثل ما شفناها بالصور. إذا كان stainless steel أو إذا كان لزقة مساحة السطحية اثنيناتهم كبيرة. سابقا stainless steel يسووه أكبر لأن نقاط التلامس مع جسم الإنسان أقل، فنريد أكبر مساحة ممكنة من التلامس، بينما اللزقة صار حجمها أقل لأن إحنا نقدر نلفها بشكل ثلاثي الأبعاد. الستينلس ستيل ثنائي الأبعاد راح نلفها بشكل ثلاثي الأبعاد على جسم الإنسان، فراح نحقق نقاط تلامس أكبر. بالحالتين هي large surface area هو اللي يميزهم، which is positioned on the patient in order to allow the high frequency current to flow back with a low current intensity. مهمتها هي تسمح لنا التيار اللي دخل جسم الإنسان يرجع إلى الجهاز من خلال مساحة سطحية كبيرة، فيقلل لنا شدة تركيز التيار. التيار هو نفسه ثابت، 500 ملي يدخل 500 ملي يخرج، بس ال 500 ملي اللي دخلت من الأكتيف إلكترود كانت مركزة على خلايا محددة. ال 500 ملي اللي راح تطلع من بالأكتيف إلكترود موزعة على مساحة سطحية أكبر، فيقل تأثيرها على الجسم. In order to prevent any physical effect such as undesired burn. مهم يعني وظيفتها أنه تمنع أي تأثير فيزيائي على جسم الإنسان مثل الحروق غير المرغوب فيها. Over the years, electrosurgical has advanced. ESU تطور. So to have the types and the styles of dispersive electrode. حاليا عندنا أشكال متعددة من dispersive electrode. Early on electrosurgical unit, the only choice was a solid pad. سابقا نفس ما ذكرت لكم كانت عندنا لوحة solid يعني صلبة ثابتة stainless steel plate توضع تحت البيشنت على مود تشتت لنا التيار مال الالكتروسيرجيكال. اللي دا كانت هاي اللوحة ما محطوطة بشكل صحيح أو متحركة أو غيرها، الـ ESU رح يسبب لنا حرق، يعني تسليط طاقة على مناطق محددة رح يسبب لنا حرق. حتى أشوفكم شلون يسبب حرق dispersive electrode burn. وين البرزنتيشن؟ البرزنتيشن بي مشكلة ما يقدر يحول أوتوماتيك من تاب إلى تاب. مشكلة هاي حروق الديسبيرسيف الكترود. دي تشوفون هسه هاي منطقة الحرق، هاي منطقة الحرق هي منطقة تلامس كانت. المنطقة هاي ما بها حرق هي منطقة فراغ ما بها تلامس. التلامس من صار على منطقة بسيطة محددة ازداد تركيز التيار
فسبب لنا نفس الحروق اللي كنا نسببها من جهة الاكتيف الكترون. هنا هاي الصورة عسى ولعل ان تكون واضحة. اذا نشوف خلي شوية نشخبط عليها ثواني. عندنا هذا الاكتيف الكترود دي يدخل لنا تيار بشكل مركز، التيار دي ينتشر بجسم الانسان. التيار اللي دي ينتشر بجسم الانسان هذا هنا الديسبيرسيف الكترود. هنا دي يشوفك مشكله من مشاكل الديسبيرسيف الكترود. الديسبيرسيف الكترود عندنا حاليا منفصل عن جسم الانسان، باقي منطقه تلامس بسيطه. لو كان هذا الديسبيرسيف الكترود ملاصق بشكل كافي هنا لجسم الانسان كان التيار توزع لنا بشكل كافي حتى ما يسبب لنا حروق. بس بما انه الديسبيرسيف الكترود انفصل عن جسم الانسان بقت منطقه تلامس بسيطه، هاي المنطقه ايضا راح يزداد بها كثافه التيار راح تسبب لنا حرق. هذا الحرق هو نفس الحرق اللي نشوفه بهاي الصورة، مناطق التلامس مناطق الانفصال. هنا طبعا حروق بنسبة أقل. حتى الالكترودات الحديثة اللي هي اللزقة في بعض الأحيان تنفصل بسبب التعرق بسبب إلى آخره، الشعر الموجود، هواية أسباب تمنع تلامس الديسبيرسيف الكترود ويا جسم الإنسان. هنا عندنا الصوره بشكل اوضح. من عندنا هاي كارنت دي يتسلط من الالكترود دي يتوزع على كامل الديسبيرسيف الكترود دي يسبب لنا تشتت بالتيار. بس هنا نفس اللي شرحناه انه دي يصير تركيز بالتيار على نقطه معينه تسبب لنا حرق. واضح هسه مشاكل الديسبيرسيف الكترود وشون عوضناها باللزقه، وحتى اللزقه هم طبعا بها مشاكل بس هي اقل مشاكل من البليت من الصفيحه. هنا هذه هاي الكيس، هاي الكيسات ذني 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 في بعض الاحيان الديسبيرسيف الكترود تكون منفصلة بالكامل، فالتيار يقوم يمر من نقاط تلامس جسم الإنسان مع السدية المريض. فمثلا خلينا نشوف هنا هذا الحرق، هاي النقطتين مال الحرق هذه هاي صارن بسبب ذني، النقطتين نقطتين معدنية موجودة على سرير المريض. هاي النقطتين وصلن تيار للأرض للجراوند، نزل التيار للأرض إيرث، سببت لنا تركيز التيار بهاي النقطتين واحترقت المنطقة. فطبعا الإلكتروسيرجيكال يونت خطر، يعني مو هين بس فوائده أكثر، مشاكله تجي غالبا من سوء استخدام. نرجع للمنظمة. رجعت المنظمة وضحت. نعم دكتور واضح. جيد. بس هاي شرحنا البونوبولار الكترود والبايبولار والديسبيرسيف. هسه نجي هنا نحكي على تركيز التيار او كثافه التيار الكرنت ديستي. الكترو سيرجري ميكس يوز اوف ان انتنسلي كونستريتد كرنت، يستخدم تيار مركز بشكل عالي حتى يولد لنا حراره قادره على عمل عده تاثيرات. التأثير الأول from the drying، تجفيف إلى تخثير إلى تبخير الخلايا إلى قتلها إلى تدميرها إلى آخره. ف
permitting an electrode to physically separate a path through living tissue. تخلين هاي العمليات تخلين الالكترود يسوين طريق أو قطع خلال النسيج. The degree of current concentration is called current density. تركيز التيار على نقاط معينة يسمى بالcurrent density. فنقول الcurrent density على الactive electrode عالية, الcurrent density على الdispersive electrode قليلة, التيار قيمته ثابتة بس كثافته لا تتغير. The degree of current concentration is called current density. Current density is one of the most important concepts in electrosurgical unit أو electrosurgery. هي المبدأ اللي نعتمد عليه إحنا بالقطع والتخثير, هي المبدأ الأساسي بالESU. Simply stated, current density is the amount of current concentration to a given point. هي كمية تركيز التيار على نقطة محددة. In electrosurgery, all of the RF current is all of the RF current is forced to flow through the tiny area where the active electrodes makes contact with the skin. كل التيار اللي راح يخرج لنا من الجهاز راح نجبره انه يمر من خلال طرف دقيق اللي هو طرف الاكتيف الكترود, الالكترود الفعال. الاكتيف الكترود شفنا الطرف ما يشبه الابره, فالتيار كله راح يمر بس من خلال هاي الابره. At this point, خلال هاي المرحله, the current flow is concentrated intensely. راح يتركز بهاي النقطه, التيار راح يتركز بهاي بشكل مباشر. The heat at the site is great enough to achieve cutting and coagulation. الحرارة اللي راح تتولد لنا بهاي النقطة البسيطة كافية حتى تسبب لنا قطع وتخثير. التيار leaves the body, يترك الجسم, يخرج من الجسم. قلنا احنا التيار يدخل ويخرج من خلال dispersive electrode. Currents leave the body via a dispersive electrode. يخرج من الجسم من خلال dispersive electrode أو يسموه grounding pad. طبعاً له عدة تسميات. The pad has a large surface area. الباد surface area مالتها عالية. Thus the current density is quite low. لهذا كثافة التيار بها راح تكون قليلة. As long as this large so-called dispersive electrode makes a good contact with the skin, it should offer a passage of least resistance for safe exit of the RF current from the patient. يعني يقول ما دام هذا الالكترود dispersive موصول بشكل جيد لجسم الإنسان راح يسمح لنا أو راح يوفر لنا ممر آمن للتيار بأقل مقاومة حتى يخرج من جسم الإنسان ويرجع للجهاز. Offer a passage of least resistance for safe exit. خروج آمن يسبب لنا من جسم الإنسان. The large surface area generates little heat. هاي المساحة السطحية الكبيرة راح تخلينا الحرارة تصير أقل وتتوزع بشكل أكبر, فتأثيرها يصير أقل. الجنريتر يعطينا RF للأكتيف إلكترود. التيار يمر من خلال البيشنت, يخرج من البيشنت الى الريتيرن الكترود, يرجع لنا للجنريتر حتى يسوي لنا دائره كامله, دائره كهربائيه كامله. بدون هذا الدائره الكامله من الجنريتر الى البيشنت الى اخره التيار ما راح يمر. بدون هاي الدائره التيار ما راح يمر. بعض الاجهزه الحديثه عندها طرق, يعني براءات اختراع محدده حتى التيار يقدر يمر بدون ريتيرن الكترود, وهاي الاجهزه شويه من ضمن هذا الجهاز اللي شفناه. هذا الجهاز اللي شفناه كان يسمح لنا انه التيار نقدر نسوي قطع وتخثير بس بكفاءه اقل, يسوي لنا بكفاءه اقل التيار يتوزع ينتشر حتى بجسم الدكتور اللي دي يسوي العمليه ويروح للارث. بس هي عمليه خطره فمو كل الأجهزة بها. دكتور بلا زحمة. نعم. أقدر أطلع صار عندي ظرف بالبيت؟
ماكو مشكلة. اوكي اشكرك. زين بالنسبة للحضور شلون؟ الحضور متسجل. اوكي اشكرك دكتور. اهلا وسهلا غدير. هسه حكينا عن كثافة التيار، راح نحكي عن اخر شيء اليوم اللي هو موجة الالكتروسيرجيكال يونت، شكل الموجة. احنا قلنا بالبداية القطع هي موجة مستمرة بفولتية قليلة، التخثير موجة متقطعة بفولتية عالية. فالالكتروسيرجيكال جنريتر المولد are able to produce a variety of electrical waveforms، يقدر يولد لنا عدة أشكال من الشكل الموجة. الصراحة الأجهزة الحديثة لا، بها عدة مولدات، مو عدة، مو مولد واحد يعطينا عدة أشكال، لا الجهاز بنفسه بالداخل بعدة مولدات، كل مولد يعطينا شكل موجة مختلفة. الأجهزة القديمة كان لا، مولد واحد يولد لنا عدة أشكال من الموجات. As a waveform change، لما يتغير شكل الموجة، so will the corresponding tissue effect، من يتغير شكل الموجة يتغير تأثيرها على جسم الإنسان. إذا نستخدم constant waveform، موجة مستمرة، تسبب لنا قطع. السيرجن الجراح يقدر يبخر أو يقطع النسيج بهاي الحالة. هاي الويف فورم produce heat very rapidly، تخلي لنا حرارة، تولد لنا أو تنتج لنا حرارة بسرعة عالية، فتسبب لنا قطع وتبخير. إذا نستخدم intermittent wave form اللي هي موجة متقطعة مثل هاي، موجة عالية بس متقطعة مو مستمرة، هاي موجة مستمرة، هذه موجة مستمرة هيك، هاي الموجة لا، تطي موجة وتسكت شوي، تطي موجة وتسكت شوي. إذا طينا موجة متقطعة راح نسبب تخثير coagulation، cause the generator to modify the waveform so that the duty cycle on time is reduced، يعني إحنا نشغله ثانية مثلا ونطفي ثانيتين، نشغله ثانية ونطفي ثانيتين، فالon time حيكون قليل. صراحة هي مو تشغيل ثانية، هي تشغيل أجزاء من الثانية وأطفاء أجزاء من الثانية. This interrupted waveform will produce less heat instead of tissue vaporization، هذا الشكل حيولد لنا حرارة أقل فيسبب لنا تخثير. احنا قلنا التخثير نريده بدرجة حرارة 65 وما دون المية، من 45 وما دون المية، هاي الحرارة اللي نريدها. فهاي الحرارة شلون نولدها؟ نولدها عن طريق تشغيل الجهاز وأطفاء، تشغيل الجهاز وأطفاء بسرعة عالية. إذا أعطيناه إشارة مستمرة راح يحرق لنا المنطقة ويسبب لنا قطع. Coagulation produced، ما بين التخثير، هاي القطع موجة قطع pure cut، هاي موجة تخثير، وهذا البلند اللي شفناه نسب خلط البلند تختلف من جهاز إلى آخر. نعم أكو واحد رفع إيده. آه دكتور، دكتور سبب مال التخثير هذا شنو اللي يخلي السبب؟ يعني هذا الانقطاع اللي يصير هو هذا سبب تخثير؟ لا، واحنا نحتاج التخثير، لو رح نحتاج بعد التخثير يعتبر سبب؟ لا مرتضى، التخثير ده يصير من نسلط حرارة ما بين 45 إلى 100، عدد 100% تبخير. التخثير يصير بهاي الحرارة، يتغير البروتين، يجمد البروتين، يتغير تركيبه، يتغير شكله وإلى آخره. هذا التخثير، طريقة شلون ده نسوي تخثير. بس شلون ده نولد هاي الحرارة؟ احنا عندنا الالكترود تركيزه جدا عالي، تركيز التيار بي جدا عالي، فاحنا شو نسوي؟ نطي حرارة عالية، هو راح يطي حرارة عالية بكل الأحوال، يعني من شلون ده نقطع احنا؟ ده نسلط حرارة عالية، تيار عالي ده يمر، ده يخلي لنا الخلايا تجف وتحترق وتبتعد واحدة عن اللخفة، ده يصير عندنا قطع. بس احنا حتى لا نسبب هذا الشيء، حتى نسبب فقط تخثير بحرارة متوسطة، نطي حرارة أو نطي تيار تصعد حرارة الخلية ونطفي الجهاز، تبرد الخلية،
تصعد الحرارة مرة لخ وتبرد مرة لخ. هذا راح يعطينا أفرج، هذا راح يعطينا معدل الحرارة. يعني لو فرضنا إحنا خلينا نقول ده نطي حرارة 100 ونطفي ثانيتين، ونرد نطي حرارة 100 ونرد نطفي ثانيتين، ونرد نطي حرارة 100 ونطفي ثانيتين، المعدل راح يطلع لنا أقل من 50. فإحنا سلطنا حرارة أقل من 50، هذا اللي يسبب لنا هذا شكل الموجة المتقطعة، ده يسبب لنا هذا الإفكت، ده يعطينا مجال للخلايا تبرد شوية حتى لا تصعد حرارتها بشكل متزايد ويصير لها قطع أو تفحيم. تمام دكتور شكرا. إذا ما فهمتني مرتضى عادي نقدر نعيدها ونشوف غيرها. لا وضحت وضحت، أنا هذا كان سؤال بس ما وصلت لك بصورة صحيحة، جاوبتني شكرا لي. أهلا وسهلا مرتضى. ما بين التخثير وما بين القطع أكفت شيء اسمه بليند، كل شركة طبعا يعني تطي بليند شكل، تطيك تحكمات شكل، ويقدر الطبيب نفسه يختار البليند اللي هو يريده. خلينا نشوف شكل الجهاز وشون يسوون بخلط وشون يتحكمون بشسمه بالطاقة مالته، لأن احنا نريد المحاضرة ما تكون مدمرة مثل ما هي حاليا، بعد بيها 4 صفحات اللغة، فانت تخيلوا. هذا جهاز من زون ميديكال ايضا. استاذ 4 صفحات كلهن اليوم تشرحها؟ لا 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 أنا على مودك، أنت تعبت. أشكرك بس لا لا مو اليوم، لا يعني راح أقسمها للمحاضرة إن شاء الله نصي. خلينا نشوف هذا الجهاز دي يسمون سيتينج بيور كات، قلنا البيور كات هي سينوسويدال ويف مستمرة. هذا الجهاز عندنا بيور كات، عندنا سبراي، عندنا باي بولار كات، مونو بولار مود، باي بولار مود، إلى آخره، مونو بايو، عدة أشكال وعدة طرق. راح يختار بيور كات، راح يزيد الواطية، شوي نسرع الفيديو. هاي أكيد همنا لحماية سبب لنا بها قطع، قطع مع لوب، لوب بيور كات. هذا البليند كات اختار هسه هو بليند، نسبة الخلط كانت 50-50. بليند اكو بليند 1 بليند 2 بليند 3، عدة يعني نسب خلط للبليند. البليند هو دمج ما بين البيور كات والكواغليشن، فهذا البليند راح يعلي طبعا بأيضا الطاقة. البلاند كات هو قطع مع تخثير بنفس الوقت، ده نشوف الفرق ما بين صورة القطع وصورة التخثير. هذا البايبولار، خلينا نشوف البايبولار كات. هذا البايبولار، خلينا نبطئ السرعة. البايبولار القطبين بنفس المكان، حياتنا القطبين سبباً قطع في منطقة معينة بس اثنيناتهم بنفس المكان، ماكو ديسبيرسيف الكترود. هذا طبعاً اندو، يعني قطع بحالة عمليات المنظار. كونتاكت كواغليشن، هنا راح يصير عندنا سبراي كواغليشن تخثير، هاي نفس الفكرة. تشوفون بالتخثير ايضا يستعملون قطب رأسه دائري، يعني بول شيب الكترود،
البول شيب الكترود ايضا تشتت لنا التيار حتى لا الحراره تتركز بمنطقه محدده ويصير لنا قطع. فنقطه ثانيه من نقاط التخثير انه الالكترود يكون التيب مالته بول شيب حتى التيار يتشتت ويسبب لنا ارتفاع بالحراره بسيط قادر على التخثير بس غير قادر على القطع. ما اعرف اذا واضح الفيديو لو لا، يعني طلاب قولوا لي. واضح 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 جيد. هسه هذا عندنا التخثير بالسبراي الرش اللي راح يسبب لنا ارك يعني قوس كهربائي. هذا القوس غير مرئي، هايات القوس تشوفون القوس الكهربائي. هذا القوس الكهربائي ايضا من عمليات التجفيف هي الرش والى اخره. خلينا نشوف شيء ثاني، اخر ملاحظه قبل ان ننهي. بالمستشفيات سابقا كانوا ما يميزون بين جهاز الالكتروسيرجيكال يونت وبين جهاز الكتري، ولحد الان اكو هواي ناس ما يميزون بين جهاز، حتى مهندسين، بين جهاز الالكتروسيرجيكال يونت وبين جهاز الكتري. جهاز الالكتروسيرجيكال يونت جهاز يستخدم التيار بتردد عالي، تردد عالي. التردد هذا يدخل من جسم الانسان يسبب لنا تاثيرات معينه. جهاز الكتري على الجانب الاخر جهاز موجود حتى بالعيادات مال الاشخاص المعينين او شيء يسموهم، يعني مثلا عياده ابو فلان اللي يروح لزرق الاوبر هذا تلقى عنده كتري. زين هذا جهاز الكتري. جهاز الكتري جهاز كهربائي، براس الجهاز اكو فيلمنت، هذا الفيلمنت يسخن مثل الهيتر، مثل الكاوية، مثل السولدر. هذا الجهاز الرأس مالته يسخن ويسبب لنا قطع وتخثير وإلى آخره. فهذا الجهاز يستخدم تيار يمر من خلال سلك معين، هذا السلك يسخن ويقدر يقطع أو يخثر أو إلى آخره. بس هذا ما يستخدم بالعمليات الجراحية، هذا يستخدم يشيلون الفالول، يشيلون الـ البثور، يشيلون بي، يعني هي الشغلات بسيطة ما يستخدم كعملية جراحية. مثل ما نشوف هذا التيب مالته، هذا هو الكتري. دكتور مشبه مال التطهير؟ بالضبط بالضبط. التطهير الحديث تقريبا دا يستخدمون بالكتري، جهاز الكتري. فهذا جهاز الكتري. جهاز الكتري نعم دكتور، بس أرد أرجع على الكربلة فأقدر أطلع من أي مشكلة، ما أي مشكلة. نرجع جهاز الكتري مثل ما تشوفون بس مجرد تشده بالكهرباء وتشتغل به، لأن هو كاوية عادية أو هيتر عادي طبيعي، ما بي لا ترددات عالية ما بي أي شيء. هذا هو جهاز الكتري. بينما جهازنا اليوم اللي احنا بدنا نحكي عليه الالكتروسيرجيكال يونت اللي يسموه خطا بالكتري، هو جهاز مختلف يستخدم ترددات عاليه، يستخدم مولد موجات والى اخره. توليد الموجه بجهاز الاي اس يو تشبه توليد الموجه بجهاز الدايثيرمي، نفسها بالضبط. ذكرنا سابقا انه جهاز الدايثيرمي نستخدم ب الأنابيب المفرغة اللي هي الفاكيوم تيوب. من يتذكر كانت الفاكيوم تيوب شنو الأسباب اللي نستخدمها لحد الآن بالدايثيرمي؟ دكتور الفاكيوم هو السحب. لا لا، الأنابيب المفرغة، الصمامات المفرغة، اللمبة ذكرناها جهاز الدايثيرمي، قلنا نستخدم بيه لمبات اللي هي الصمامات المفرغة بدلا من الترانزستورات. ما حد يتذكر؟
زين، يعني طبعا كانت ملاحظة مهمة بس الظاهر ما حد بيكم يتذكرها. الجهاز الدايثيرمي كنا نستخدم به الصمامات المفرغة اللي هي اللمبات بدلا من الترانزستورات، لأنه تتحمل طاقة عالية، سعرها رخيص ومشاكلها أقل. الترانزستورات اللي تتحمل طاقة بسهولة، تتبدل بسهولة. الترانزستورات اللي تتحمل طاقة عالية سعرها جدا غالي، سعرها جدا غالي، وتحتاج دوائر حماية كل شوية حتى نحميها لا تحترق. فلهذا الدايثيرمي بما أنه جهاز علاج طبيعي ويحتاج طبعا طاقة عالية، مو مثل هذا الجهاز طاقته أقل، فنستخدم به اللمبات. جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت هو نفس الجهاز الدايثيرمي، بس بما أنه هو يتعامل مباشرة بشكل دقيق مع جسم الإنسان ويسبب لنا قطع وغيرها، جهاز غالي لأن نستخدم به ترانزستورات. أكو أجهزة من عندنا لحد الآن تستخدم لمبة من الأجهزة الإلكتروسيرجيكال يونت، بس صارت قديمة أبسوليوت يعني. حاليا الأجهزة الحديثة تستخدم ترانزستورات. الطاقة اللي بالإي أس يو أقل من الطاقة اللي بالدايثيرمي. طاقة الدايثيرمي كانت توصل 200-300 وتشتغل لفترة نص ساعة 3/4 الساعة. هذا شفتوه ده يشتغل 35 واط 40 واط 50 واط ولمدة ثواني. فالترانزستورات تقدر تتحمل هذا الشغل، هذا اللود لفترة بسيطة، وتقدر تتحمل هاي الطاقة القليلة. فلهذا أجهزة الإلكتروسيرجيكال يونت الحديثة حجمها أصغر من جهاز الدايثيرمي. الكتروسيرجيكال نشوف جهاز الإلكتروسيرجيكال يونت حجمه، هذا حجمه أصغر مقارنة بحجم الدايثيرمي. طبعا هذا الإلكتروسيرجيكال يونت مع فوتو سويتش، مع ديسبيرسيف إلكترود، مع بايبولار إلكترود، مع مونوبولار إلكترود، كونفيجريشن كاملة. أعتقد الإلكتروسيرجيكال يونت عندنا بالمختبر، ما أعرف إذا حيشوفوكم الجهاز أو لا، بس هذا حجمه مقارنة بحجم الدايثيرمي شورت ويف. هذا شوف حجم الجهاز الدايثيرمي مقارنة بحجم الإلكتروسيرجيكال يونت، واثنيناتهن هن نفس طريقة التشغيل. ثانيتين يولد التيار بتردد عالي، بس هذا الدايثيرمي 500 واط، الالكتروسيرجيكال يونت كنا نستخدم 50-100 واط، هذا 300 واط ماكسيموم ولمدة ثواني. هذا الفرق ما بين المكونات الداخلية للجهازين. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن ننهي المحاضرة، بقالنا المحاضرة القادمة إن شاء الله دائرة الإلكتروسيرجيكال يونت، السوليد ستيت سيركت الحديثة اللي نستخدم بها الترانزستورات، وشلون نختبر الجهاز، وشوية معادلات عن الفولتج ديفايدر سيركت. أكو أحد عنده سؤال أو استفسار؟ ماك أحد؟ الكل نعست؟ ما طلاب؟ وياك دكتور؟ نعم؟ لا مو تعبنا والله تعبنا والله أدري. حالي من حالكم، المنزلة شوية جافة ومزعجة والجهاز مهم، فشوية أخذنا وقتنا وياه. أكو أحد عنده سؤال أو استفسار؟ ماكو أحد، خلينا ننهي التسجيل.